ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج القوس ليوم الاثنين 29 نوفمبر تشرين الثاني 2021. وفقا لبرجك اليومي ستكون هناك احتفالات تجري في منزلك، وستجد انك ستستمتع تماما بصحبة اصدقائك وعائلتك، وسيتم تسوية حالات سوء التفاهم التي حدثت سابقا اليوم، وستستجمعون جميعكم في النهاية لتكونوا هناك من أجل بعضكم البعض وتكونوا سعداء بوجود بعضكم البعض. بالنسبة ليك عاطفيا ليوم الغد، عليك أن تثق في حدسك وتعتمد على مشاعرك الغريزية، ولا توجد طريقة لارتكاب خطأ حتى الآن. مهما كان شعورك إلى غريزي قد أشار إليك، فقد تحقق دائما. تعلم أن تثق بنفسك بشكل أفضل، لأنه لا يوجد شخص آخر في هذا العالم سوف يساندك كما لو كان ظهرك. بالنسبة ليك مهنيا اليوم، عليك أن تفهم أنه إذا كان جزء من فريقك العمل المخصص لك لمشروع مهم في العمل، فمن مسؤوليتك التأكد من أنك وزملائك تعملون معا، وتأكد من أنك تعمل معا، وتأكد من عدم إفساد هذا المشروع. بالنسبة ليك صحيا يا برج القوس، يمكنك أن تشعر بالحساسية لديك. وفقا لتاريخك اليومي بدأت الأعراض في الظهور وستزداد أكثر مع مرور الأيام. سيكون من الحكمة اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل أن تقرر القيام بأي نشاط من شأنه أن يزيدها. عليك أيضا أن تبدأ في اتباع أسلوب حياة صحي وإجراء التغيرات اللازمة أيضا. بالنسبة لي توقعات السفر للي بيهمهم السفر اليومي، بالنسبة ليهم ستجد نفسك تقيم في المنزل مع شريك حياتك اليوم. لقد مرت بضعة أيام سيئة عليكما، وكنت تعتقد أنه من الأفضل أن تمنحوا الشريك وسعادتهم على الاسترخاء. وفقا لبرجك اليومي، فأنت بحاجة إلى الاعتناء بهم لأنهم يمرون برقعة صعبة في الحياة، ودعمكم سيعني العالم بالنسبة لهم. بالنصيحة ليك اليوم يا برج القوس، استغل الوضع غير المريح لصالحك. نصيحتي للعزاب، قدر الحياة التي تعيشها مع عائلتك وأصدقائك. نصيحتي للمرتبطين، من المهم للغاية فهم بعضنا البعض. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.